يا ابن الحلال ليش وديته مع ذا الطريق؟ ذا الطريق مشوار وزياده 20 دقيقه. لا يا شيخ، الطريق اللي تقول عنه يا الدليله هذا كله مليان حفر ومويه، وانا توني مغسل الهلي. حسسني معك جي كلاس. ذي بعيني احسن من الجي خلاص حقتك، هذا الهلي. بعدين انا ما اخذك عشان تبثرني، اقول استمتع بالرحله بس. رحله واخر شيء تسليح. وش تقول؟ لا لا اقول انتبه ترى في مطب. ها انتبه. شوي شوي على السياره. حبيبنا عربيتك دي والله منتهيه نهايه ولا بتنفع معانا بريال زاد. اجدع احرق اتصرف معايا. لو سمحت عندك جنوط هلي قديمه بس مكينتها وغيرها على الشر، بتبيعها قطع وتستفيد منها او اكبسها وتبيعها سكراب او احرقها. تدري لها 20 سنه وهي ناشبتني في حلقي. تبي العلم؟ خذها لو بالفريال. بالفريال؟ انا شراي. كنسل الجنوط يا زول. صاحي انت ايش تبي من السياره القرنبع؟ يا ابن الحلال ذا السبعة ما يعرف قيمتها، إذا ما رجعت وكالة ما أكون عامر. ها وش قلت بعت؟ بعت يا ولد على بركة الله، الله يبارك لك. السعي بتاعنا وين؟ السيارة اللي اشتريتها عشان فيها اشتريت سيارة. اي هذه هي، بالله يا كفتة بدون مجاملة، وش رايك فيها؟ قديمة. اقول دزة بس الاستراحة، مسوي تخيم. هذا تسعاوي يا حبيبي، وش عرفك انت؟ هذه السيارة البطلة. مرة مشكورة يا عامر، مرة انبسطت اني شفتك. العفو. ايه وش تبي؟ ضف وجهك. أنا السيارة اللي تكلمك، بصراحة ما أدري كيف أشكرك. أنت سويت معي جميل ما راح أنساه طول عمري. أنت أنقذتني واعتنيت فيني وجددتني، مرة شكرا يا عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخاف، أنا صدق اللي أتكلم، وترى ما وصلت أنت للمرحلة دي إلا لأنك تحب السيارات كثير، وللمعلومية ما حد يسمعني من البشر إلا أنت يا مميز. أنا؟ إيه أنت. جابوا سيارة قديمة. عليك مسكات، ايش جوك بالله؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ها؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. آمين آمين. مالك الجديد. الله يبارك فيك حبيبتي. شايف كل السيارات تبارك لي فيك. أبك 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 مبروك مبروك. أبك الزين هذا ويش؟ الجمال هذا اللي يمشي بالشارع ويش؟ الله إنه لا يضرك، والحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا اللي خمت، وش السالفة؟ السالفة إني من كثر فرحتي نشرت الخبر بين السيارات وصاروا يعرفونك وتكلمهم ويكلمونك، تستاهل. مبروك يا عامر مبروك. الله يبارك فيك. وينك يبا ما أشوفك؟ أنا سيارة الوالد، حبيت أبارك لك. الله يرزقك بره. الله يبارك فيك. عامر سم، أنا بيك تنبه الوالد له سنة ما غير زيت مكينتي، والبواجي انتهت ولا غيرها. بعدين قل له يريحني من مشاوير الظهاري والشموس، قل له يأخرها لليل.
زيت بواجي بشرب عزك بقول له، بس إنه يغير مشاويره من النهار لليل تبطي والله. عامر وش فيك ما سلمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كنت توي بتصل لك. آمريني يمه، أبرسل لك أغراض على الواتساب حق البيت وبيك تجيبهم. أبشري. عامر أبيهم الحين إن شاء الله. أبوك يا البلشة، الحين وين أوقف؟ أوقف هنا، وروح خلص شغلك وتعال. لا يا شيخة، تبين أوقف غلط وأروح؟ أنا ما داني أحد يسويها فيني، تبين أسويها بالناس؟ خيو عامر، أنا طالع عرفت، وقف مكاني خيو. مشكور خيو. السويدي لين هنا سبع بقالات كلها عشان عايز كريم برتقال. أم سكريم برتقال ايش جوه ذا؟ انت راعي لك سنت؟ ايه بس ليش تسأل؟ حصلت سكريم برتقال. ايش تبي انت؟ ابوك يا البخل الحين جاي من السويدي ومار سبع بقالات ولا لقيته، ويوم لقيت سكريم برتقال تاخذ واحد ابدزه البقالة بجيب لك كرتون ولا عاد تهجول بالموتر. اوكي قديش تعاني هالسيارة؟ عاد هالموتر ذا كل العالم تعاني من شطفاته. تكفى يا عامر، الركبة اللي بالكفر اليمين تعبانة، وهم غير ترقصون ويتنكصون ذا الدباش ما يحسون باللي انا فيه. ابشر ابشر بكلمهم. يا شي يا ابو، لا بس الموتر يشتكي من البقر، اقصد الهروش اللي معك. لا تسوتمون يا ورع. يا درج انا جاي انصحك، ترى موترك الكفر اللي على اليمين الركبه تعبانه. الركبه وش فيها؟ رباط صليبي. ابو عطيته في الوجه. كيفك؟ انا علمتك وبس. قايل لك يا وجه الركبة لكن ما سمعت الكلام. يلا الحين بحلبها انت وياه. عامر يا سايكل كان لوك كل دو، يا بوت مزبوط هي. أما عاد حتى السياكل تشتكي. معليش يا صديق، ودي أساعد بس ما في معلوم أوردو. أوف 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 أوف، هلا والله بالأحمر، أتحداك التير بالبطل. هلا بالعيون عامر. أو ماي جاد، مرة سعادة أخيرا شفتك، ماني مصدق إنك قدامي. أم عاد أنت تعرفيني؟ أنت اسمك ترند عندنا بالسيارات ومشهور بحنيتك ولطفك وقلبك الكبير. يوه يا ريت يا ريت إنك تاخذني. أبشري بعز ساخذ، بس وين صاحبس؟ في السوبر ماركت، أعرض عليه مليون وصدقني راح يوافق ويبيعني لك وتتحقق أمنيتي. أم عاد مليون تبطين والله عظم، قطة الاستراحة ما سددتها أعطيس مليون، أقول دزيها بس.
وش عندك تسولف وتضحك معاها ها؟ سلامات، سولفت ايه، بس ضحكت من وين صرفتيه هذي؟ هذا وانت قدامي، اجل من وراي وش تسوي يا زير السيارات؟ يا عامر، ما يركد الاولى للثانية، خذ الثانية وطع شعوري. مع الهل يا حبيبي. اجل خذ عليهم الثالثة. مالك دخل انت يا ابو شنب يا متخلف. وانت يا عامر وش قاعد تستنى؟ يلا تعال خلينا نمشي. السلامة يا احمر. بعد تقولها مع السلامة؟ انا بصراحة يا عم ما لقيت احسن من عائلتكم، نسب طيب وسمعة طيبة. بصراحة يشرفني اني اخطب يد بنتك المصونة. حياك الله يا وليدي، وش تشتغل؟ انا يا عم موظف على مرتبة العاشرة، خلصت ماستر الحين، وافكر اني اطلع اكمل دكتوراه في امريكا. اي انت تتتل دخان؟ اي لا الحمد لله، الله يبعدنا عنه، لا احب مجتمع المدخنين ولا احب اللي يدخنون اساسا، ريحه خايسه واسنانه صفر، والله لا يبلانا. بس صدقت. وتعرف يا الحبيب الموضوع زواج وكذا، ابيك تعطيني زبده الرجال وشو من اللحيه. ارحب، انت غالي علينا يا معشر السيارات، انت بس اسالني وانا اجاوبك. شهادته ماستر نصاب معه دبلوم، يقول على العاشره. يا رجال اي عاشره، على المرتبه الخامسه. يدخن؟ اي ما غير يحرق دخان من باكتين الى ثلاثه، ويقفلها براس شيشه اخر اليوم، ولا واذا في مباراه للهلال راس رايح وراس جاي. هاي السربوت وجاي تشخص علينا. انا ما احب مجتمع المدخنين يا راعي الدبلوم. طف وجهك، طف وجهك، دزها. حسب بنات الناس لعبه؟ احنا نعرف نجيب اخبارك يا ورع. ها عامر، في محل برجر في التيوان تبينا نروح له؟ يحب قلبك. نحبك يا عامر. وانا احبك بعد. وش اللي احبك؟ ها؟ لا اقصد السياره ذي احبها. يا عامر انا هب انت يا قلبي. وانا هب انت يا كبير. يا عامر تسولف لمين انت؟ لا لا بس اللي يمرون اعرفهم واسلم عليهم. حن من فانزاتك يا كبير، عرفت؟ يا رب الفانزات والله. منحوس انت؟ وش وضعك؟ فيك شيء انت؟ وضعي رجعني البيت احسن لي، اصلا انا ما احب الاماكن اللي فيها زحمات وتجمعات. خف علينا يا مسي. لا يا شيخ يتعب مسي عندي. عامر عامر تعال لها لم تعال. تكفى يا اخي طلبتوك، تكلم لي ابو كفته يصلح مصدم، من يوم ما صدم بمعد صلحني. عامر كفراتي محبله يبي لها تغيير. تكفى تكفى ساعدني. عندي الفحمات على وشك تنتهي واحتاج خرط هوبات. يا ليلى القروشه، تبي تسكتين انت ولا شلون؟ براحتك، لا تتضايق لو خربت. ابوك البثاره، خلاص اسكتي ما تفهمين. بالطقاي انت الخسران. لا حول، الله يصبرنا عليه بس. عامر زين قابلتك، بالله كلم ذا الفاهي اللي يسوقني
قل له السيارة الثانية ماخذ مفتاحها أخوه وجالس يفحط عليها. يا عم عامر بالله قل له أخ سيارة العجمة والله ثقيلة علي. الحين وش الوضع؟ تبي تسكتينهم ولا أنزل؟ لو سمحتوا عامر ما يبي أحد يتكلم معه. نبيه يساعدنا. إيش ذا النفسية ذا؟ أنا نفسية؟ طيب أوريكم. لا أحد يتكلم معي، لا أنت ولا هم. أروح البيت أبراكلي. إذا متضايق مني بعني وارتاح خلاص، ولا بتسمع صوت أي سيارة مرة ثانية. لا يا شيخة، من زينس أصلاً. يا عيال عامل أسبوع عطب الاستراحة ولا له حس؟ شكله مسافر. لا مسافر ولا شيء، أنا قابلت عامر قبل كم يوم، بس ترى الرجال مو بنفس خوينا الأول. أهدى من كذا عيال، ندق عليه ونشوف الموضوع. ألو عامر. ما فيني شيء، بس إني مريح ومشغول أدور شراي الموتر. ترى شراي للموتر، سمعت صالح يقول لك شراي. إذا صالح شراي لازم أقابله وأعلم عيوب الموتر. أبيه بعيوبه، أبيه بحلوه بمرة، أبيه ترى شراي صامل واحد بس أقدام شاري عليك بوع علي. لا الهبك بعين عامر، بيع للرجال تراه صامل. بيع السيارة لولد عمك يا عامر، لا تكون حسود. بعت. مبروك. يعطيك خيرك فيك شره. ما فيني، جزاكم خير. ركبنا معك، ركبنا اكيد اول الرادفين انتم. أبا نسيت عامر وأيام عامر يا العينين. لا تجيب طاريه تكفى. يلومون انبت. لب قلبك أبوك يا الفلة يا عيال، لا تقطع. ها عيال غريبة، وين صالح؟ له كم يوم مختفي يا أبوي. من يوم ما اشترى السيارة من عامر ما عاد شفناه. عامر وين صالح؟ ما نشوفه. اللي يبي صالح يروح يدور عليه. ألعب. صالح ساعدني يا صالح، بطاريتي بتنتهي. يا صالح صالح، تعال تعال سكر لي الباب، نسي الهب المفتوح. يا صالحي خلوه يجدد التأمين حقي. حياكم الله على الميسور. وباسر ان شاء الله تاخذون واجبكم ونعزم الجماعه كلهم. ما يحتاج يا عم، عارفين قدر عندكم ولا جينا نختبركم. الله يكرمك الجنه يا عم ويغنيك. اي والله يا عم، بيض الله وجهك، ما قصرت، الله يجزاك الجنه. سب الله يحييكم. سامحوني عيالي، انا جا وقت نومي. البيت بيتكم، خذوا راحتكم. ابد يا عم، خذ راحك، هذا بيتنا ومحلنا. أقول يا زقرت، ورا ما نروح الاستراحة نلعب سكة بلوت ونفلها. شو رايكم شباب؟ شو رايك أبو عزيز؟ يلا جو. أنت خلك هنا، ها؟ يلا مشينا. لعب سريع سريع، ها؟ لا تقعد تناظر خويك. أكرمك الله يا عامر، ورايا حنا استنسنا. الله يحييكم واعذرونا على القصور. ما من قصور يا عامر. بيض الله وجهك، الله يسعدك، ما قصرت. ما لا يا عامر، ما لا. فمان الله، مع السلامة يا عيال.
اسمع، الاشكال هذه لعد اشوفها طاب استراحتنا. سلامات، وش فيك انت؟ لا يا شيخ، ما شفت حركه ولد عمك يوم يغمز الخويه ويضحكون عليه ويطلع لسانه؟ سلامات، لا تصير نفسيه، يمكن يغمزنا عشان البالون. اي لا تسوقها علي، انا قافطه وقاسه يوم يغمز الخويه ويضحكون علي. العينات هذه لعد اشوفها طاب استراحتنا. اي لا تقول عينات علي يا عمي، بعدين مو انت اللي تقرر من اللي يجي للاستراحه. هدوا اللعب يا عيال، انا الشيطان يا جماعه، اعوذ بالله من ابليس، بس الجحلط لعد اشوفهم طابين استراحتنا. تعاقب وتخسى، ما الجحلط الا انت واشكالك يا ورع. الشرها مو هو عليك، الشرها علي، انا اللي جالس في الاستراحه هذه. اقول انقلح بس، انقلح اقول بس هناك. يلا وربي ما لك داعي تفصل على ياسر، ترى الحق معاه. على شحم انت، اطلع منها. ما انت صح يا عامر، تغلط على الشباب علشان عيال عمك يا عنصري. لا ابوها من استراحه واللي يقعد فيها يا شيخ. اسمع، لا عد تضيفني للجروب، تفهم ولا ما تفهم يا ورع؟ هلا، انا عند الباب، اطلع لي. خير خير، وش حاصل بناتك انت ياسر؟ هذا بزر وشايف نفسه ولا يقدر العش والملح اللي بيننا. يا رجال الموضوع تاف، والشيطان دخل بينكم، واصل جاي نصلح. اي تاف يا حبيبي، ترضى احد يقول عن عيال عمك جحلط؟ خسوي عقب ما الجحلوط اللي هو قال انت ذا. قال انت ذا، هذا شايف نفسه، شايف انه هو فوق والناس تحت. حتى انت كان يقول ليش تدخل الاستراحه عشان ولد عمك؟ اسمع يا صالح، هذا ياسر اذا كلمته ولا دريت انك شفته في مكان، ترى لا انت بولد عمي ولا اعرفك، تفهم؟ انا شاريك وبايع غيرك، انا ولد عمي على الغريب. كفو، ما بقى الله الورع ياسر، انا اوريك. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. معك عبد الله والد ابو عبيد. حياك الله حبيبي. بلغ ربعك يحولون الدراهم حق تجار استراحه. ابشر ابشر، حيحولوها. اي ما هو ابشر ابشر، ترى ويدق عليكم ما تردون. لا لا، حيردوا الجماعه، انا حبلغهم ان شاء الله. سلام وسلم. فجأة كذا وكأن الشيطان دخل بينهم. ياسر يقول ولد عمك غمز وجحلوطي، التاني قال له جحلوطي انت واشكالك، كلمة منا وكلمة منا، في الأخير كل واحد طلع زعلان من التاني. عدو الإنسان الشيطان، وكونك صديقهم المخلص لازم أصلح بينهم. ألو، ايوه ياسر، فينك؟ في السينما. في السينما؟ انا قلبي عليك متقطع انت وعامر. يخص عليك يا ياسر يخص، نسيت الماضي الجميل؟ نسيت لما تكون ما معك قطة نستر عليك وندفع لك، لما تكون في حزنك نسعدك؟ نسيت؟ المسلم لا يستسلم. لا تستسلم، لا تستسلم لتفكير الشيطان السلبي، وتعال الاستراحة وتصالح مع اخوك عامر. يا اخوي ماني بجاي. انا قايل لك ما ابي اتصالح مع احد، خير شر، لا عاد تفتح لي هذا الموضوع. الله انك رمه، ولا انك رمه يا شيخ. بشر، ايش قال لك يا شيخ؟ هذا غبي طلع، مخه سيء يا اخي، ما له الا رجاله، ما له الا عامر. كفو. شكله مشغول. الا قفل بوجهك يا فقي. فين فين يا حبيبي؟ فين راح انت كمان؟ متسانم ما ابوه تقدير العيال عمومتي، ينعاف القعد ابوه. يبا صلى على النبي، حجيب لك كلاجة اللي تبغاه. ايه وين رايح؟ ما هو؟ وازيدكم من الشعر بيت، عبد الله انا رايح الاستراحة، يبغى الايجار. والله مرة مو وقته. ما دام تدعوا كذا، راح اخذ الرموز حقي اللي اشتريته ب 10 ريال. يا كفتة، انت الكبير، صلى على النبي يا كفتة. ايه كل واحد ياخذ اغراضه، شيل وامشي، وخر. اركش يا حبيبي. شكوش. تم النظام كده، سيل وامشي. طبعا ايش جبت؟ والله اني قليل ادب، ما جبت ولا شيء معي. يلا ان شاء الله الزعله الجايه اجيب شيء معايا عشان اشيل وامشي.
غير الزيت يا معلم. عامر. معاذ ابوك يا الصدفة. هلا. هلا والله. وين الناس؟ انت اللي وينك مختفي؟ لا مختفي ولا شيء يا حبيبي، انت اللي ما تنصات. الزبدة لازم تجيني اليوم للاستراحة. والله ودي يا الخوي، لكن اليوم مرتبط مع الوالد. ها يا مرتبط، عطنا من وقتك شوي، ترى بيننا سوالف وشيء كبير، متوسط، ثانوي، حارة. الله يا الذكريات، تذكر يوم انك تتسطر وافزع معك بالطليعة. شو اسمه ذاك اللي طاقيت معه يا ابن الحلال؟ محمد عبد الله، مدري محمد. الزبدة، معك احد من العيال في الاستراحة اللي درسوا معنا؟ لا لا ترى كلهم ما تعرفهم، اخوي عمل وكذا، بس وقسم بالله تستانس، جوهم على جوك. خلاص ابشر، ابى اخلص مشاويري مع الوالد وبجيك، بس ابشر. عامر. بدون رسميات وكلافة. رسميات وكلافة معك انت؟ لا يا ابن الحلال، بساط احمدي وخذ راحتك وبرسل لك اللوكيشن، متى ما زان جوك تعال يا حبيبي. ابشر ابشر. اوكي؟ اوكي. لا تقاطع. الله الله! اليوم جلسة في البيت! محتاج اقعد مع نفسي وافكر في الحياة. مليت من الاستراحة من اصحابي. سبحان الله. سبحان اللي هداك، وإن شاء الله وصلت بتفكيرك لشيء يعني ينفع. أدور على هذا الصفر اللي يقولون أنه التجار، كل ما سألت واحد قال بديت من الصفر. على الأقل تدور الصفر أفضل ما أنك ما تدور ولا حاجة. عندي مشروع، إيش رأيك تساعدني فيه يا أبويا؟ أبشر بي. عاقل يا مسي، عطني جوالك. ايش تبي فيه؟ تبي اشحن لك رصيد؟ اسف. اقول بلا بربره، عطني جوالك افتح سنابك. وش اقتحام الخصوصيات ذا؟ اوه خصوصيات، والله كبرنا يا ورع. افتح جوالك عطني السناب، ابيك تضيف هذا الحساب. شوف. ما شاء الله. يا ليل، شغل الدعم ذا مو بعندي. اصبر. يلا ضفها. امزك. حط اصحابك بالغربال، اصحابك لو بتغرب الغن، ولو دولابك مره سوي فيها دراما الورع. اوف شكربت على خويك. مو بشغلك تفهم. ها جبتوا لك كل اغراضك، ام بطاطس وام ثوم وام كاتشب وام حمر، قروش قروش قروش، بس انت شد حيلك وانا ابوك. توكل على الله يا ابويا. بسم الله. بطاطس بطاطس بطو راسك بطو راسك، قطع وبعدين قول بطاطس. ياوا سونا. يا بابا اعطيني جوالك شوي. انا ابدا شاحن. انا بشحن لك بس اعطيني اياه. طيب. هلا والله بالعيال، اتحداك الاستراحة البطلة، ابوك الروقان الفخامة، شوفوا هذه الاستراحات، وبهذيك ما تعوق معنا، يروحون اخويا يجي بدالهم الف. هلا والله بالعيال، سلام. هلا هلا هلا. سلام، هلا بك، هلا والله. ترى عارف العب شطرنج. تأخر يد. عادي، معليش، امسح وجهي. استرح يلا حيه. هلا والله بعامر، نورت. الله يسلمك. هذا صديقي عامر، صديق قديم من ايام الابتدائي وكذا. اوكي اوكي اوكي، خلنا نركز. ما قلت لي وش تشرب؟ اي شيء. ابد اللي تبيه موجود، بلاك كوفي، لاتيه، كابتشينو. انجز للكوفي كورنر وضبط قهوتك يا وحش. هيلب يور سيلف. ما في شاي تلقيه ما؟ سواقين سطحات عندك احنا. خلاص خلاص، كابتشينو كابتشينو، هب يور سيلف. خذ راحتك. ها هلا والله بالعيال، اتحداك الاستراحات البطلة، شوفوا شلون كابتشينو وكافي ولاتيه وهب يور سيلف. وهنا العيال شوفوا، ها
طقونا شطرنج، الشطرنج للأذكياء، أوكي؟ وهنا الروقان التمساح، هلا والله. أقول احذف، احذف السناب بسرعة. شوف يا محتوى يا المؤثر. استغفر الله العلي العظيم. يا جدع تعب والله. جوه يغبن. جرب 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 بطاطس بالكفاتي، بطاطس بالكفاتي، جرب جرب. طيب البطاطس فرش ولا مفرزن؟ وهذه الاكياس ما هو؟ هذه اكياس اسمنت ولا بطاطس؟ هذه بطاطس طازه. عطنا واحد بطاطس وحط لي كاتشب. هيا حط الخمسه هنا، يلا. يلا اللي بعده اللي بعده. ما شاء الله تبارك الله. كفته بالله، ابي بطاطس من يدك الحلوه لي. بس البطاطس حقي ابي خاص بالله. ابي من برا طري ومن جوا مقرمش، وابي نص استوى، لا هو بغرقان زيت ولا هو بناشف. شيء بسيط ابيك تسويه. اشتري الاطراف ابيها محروقه. خليفه سجلنا الطلب حقك، رجعنا بكره. هيا روح. اللي بعده حط هنا عندك. كيف الحال يا أمير؟ الحمد لله بخير. حساب سوسو ياسر؟ لا، حسابي الحالي. لا تحاسبني مع الأشكال ذي. حساب 57 ريال. ألو، هلا والله، كيف الحال؟ ها موجودين بالاستراحة؟ قل قسم. أبوك يا الفلة. إيه أنا بالبقالة الحين جايب الدجاج، نبي نشوي ونفلها بالاستراحة. أتحداك ريان موجود. أبشر أبشر، بضبط لكم مضغوط ما قد أكلتم مثله. أبشر بعزك. النشبة ذا يبيك. أقول صديق مشي السرة مشي السرة بلا فقش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. ايش ذا؟ كبسة؟ لا شكشوكة. ما تشوف الدجاج؟ اي بس ترى ما تعودنا هنا في الاستراحة كشنة وريحة وبصل. يا عمري ما تعودتوا ها؟ معليش نعودكم شوي شوي. تجيك أحلى كبسة يا ولد. عساك على القوة إن شاء الله، بس يعني مطول أنت في الموضوع هذا و... لا 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 لا، نص ساعة بالكثير 45 دقيقة. الحين أكتمه بالكاتم. رح خلاص. كتمتنا احنا، ما كتمت الكاتب. والله اي والله ما عليك، انتم يبي لكم بخور وحركات وكذا. لا تكثر بصل. ابشر ابشر. من قصت كذي عرفت انه ما عندك سالفه. اليوم احلى عشوه مع العيال، يستاهلون حبايب قلبي والله. شوفوا الاكل الزين، وبعد الاكل هذا ان شاء الله احلى فره في تركي الاول. تستاهلون حبايبي، تفضلوا تفضلوا. يلا شكرا صديق، شكرا. شيل شيل شيل. يلا 10 ريال كويس ها. يلا خلاص يلا مع السلامة. 10 كويس خلاص. يلا مع السلامة. يلا يلا مع السلامة، باي باي. يا معلم الأكل هذا كله سفري. تعتبر التماسيح من أشرس الحيوانات الزاحفة على ظهر الكوكب، وتمتلك دير بد دير بد دير بد دير بد. أحلى كبسة لعيونكم عيال، حبوا دهن. تعالوا. وين جايب قد الضغط معك؟ طالع كشتة ذا. ابدعن يعني اصلا والله العظيم. اخويك جاء. تبعني. معليش عادي، بعدين شوف العيال ترى مو براعي الرز ومضاغيط والجو ذا. تعش لحالك بالعافيه وامسحها في وجهي. ترى علشانك بس. والله تعب. استغفر الله.
خلاص عامر رحت عش رحت عش بالعافية. عادي عندكم تعشى الحالي. اي عادي هل بيرسلف. ايه هذا نظامكم. هذا نظامنا. مفترس ما شاء الله. مساء الخير يا جماعة، أبشركم إني فتحت بسطة بطاطس في الحديقة والأمور تمام، عرفتوه ها؟ وأتمنى منكم إنكم تدعموني وتشاركوني في فرحتي. يوووو يجي الأدب، إيش الحركات الحلوة دي يا كفتة والكفاتي؟ شكل الشغل حامي معك، أديني صحن. هات فلوس والعب عمل والصحبة صحبة. ما شاء الله يا كفتة، ما شاء الله على المشروع الجميل هذا، عطني صحنين، واحد لي واحد له على حسابي. الله الله ياسر اشتقنا لك، تعرف وش ناقص الجلسة دي؟ يجي عامر وتحلو. أنا عامر. هلا كفتة، أنا حبيت أبارك لك وأشارك فرحتك، بس سوي صحن سفري. وجبه هنا لي بالسيارة باخذه. ابشر يا عامر. يهو يا عيال هذا ايش عنده هنا؟ يعني غبنا كم يوم ورحنا وجينا، الاقيك ماخذ المكان وتبسط فيه؟ انتم مين؟ احنا حاجزين هالمكان لان اسفين نبسط فيه وترزق الله، سافرنا كم يوم لقيناك متكي البجيح. اهدى من كذا، ارض الله واسع وحي مكان. اقول بس لا يكثر، يلا شيل عفشك وضف وجهك من هنا. والله بتحرك من هنا والرصيف طويل، روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. والله لا مشيك طرق. وانت ما تشوف الدرب امشي يا ابن الحلال. اقول لا تدف وكل على الله. لو تقوم يا الله يا شباب. يا هلا سنابيز، جبت لكم احلى مفاجأة، أروق مكان في الرياض وزين قهوة. وش رايك بالقهوة يا ريت؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشة على فوق وتحصلون خصم، أحلى وأقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. أوف أوف أوف، وش السالفة؟ ليكون عندهم ميسي. شفت هذا سنبي عامر؟ ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحده ثانيه. ايه ذي السخيفه هجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها. انا يلا حافظ اسميكم، تعالوا نشوف ايش السالفه. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الادب يا قليل التربيه، أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي ما أنت بصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية هني روح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، فيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. يا
لو سمحت يا أختي. أنت تسبني وتلحقني لبيتي؟ والله إنك ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص بمشي بمشي. راح وش في سيدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين ايش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج. شفت حلم مزعج. يمالا تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح. خنروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما عليك، روح روح من بيتهم خلينا نحل الموضوع. شوف يا جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلين نزلها الكثر؟ مليون مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندور لنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه. قضى ما عليه، خليني انا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبه اللي احنا فيها. شكل المعلن جاء الحين، وش اسوي؟ ما عليه، انت خليه يدخل الحين وانا بتصرف. سيلا. يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. أتشر بجيح تخلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت تدخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا، اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500 ألف. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت أريج. والله هو نعم اخت أريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعني يا سوري؟ يا سوري، ونعم يا سوري. شوف أنا بحل لك هالموضوع، بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء أقول لك إياه بالحرف الواحد. أبشر بعزس، أنفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني أتزوج بطنية؟ صاحية أنتي صاحية؟ أوه ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، ترى كنت بتطيحيني معاك. اسمعيني، أنا صاحية ومركزة وعارفة إيش قاعدة أقول لك مرة زين. بطلي عنك العصبية واسمعيني. الحين أنت مو تبين إثارة محتوى في سناب؟ ردي علي. ما أبي. هذا هو المحتوى. اسمعيني،
سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انتي؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي بس يصور معي سناباتي ويطف وجهه وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين اللي ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشهر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم تتفاجئون بس انا لي 5 سنوات مخطوبه والبارح كان عرسي وهذه هداياي وهذا قلبي عامر. هلا والله هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف ممتاز. رح كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم خلصني. طيب خلاص اوكي. هلا والله هلا والله وسهلا. ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدانا احترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية. عشان تاني مرة تسمعين كلامي. الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لمعزمنا. اسكت انت. اي سنابي، هذه عرفها بسناب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. أنا أوريك بعدين أوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدو هدو هدو، تذكرين يما الحلم اللي قلت لي إياه؟ الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ أنا اللي بلي ظهرك بهالعصا. أي أي انتهى خلتها لا بارك الله فيك. والله غصبر عني يبا، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي بكيفي؟ اجري ديبة تكفى. امسك امسك يا ابو عامر. اي خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي المقشع، أبوي وأمي يطردوني من البيت وزعلوا علي، وهم أهم 2 بحياتي. أنت شفت السيارة اللي برا؟ إيه شفتها. هذه هدية لك. لي أنا؟ هدية لك. شف أنا بربط عيونك طيب، بصور سنابة أبيك تمشي معي وبفكها وأبيك تفاجأ. وليش أتفاجأ؟ أنا دخلت وشفتها خلاص. أجل نجلي، وش فيك عبيط كذا؟
سووا اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص بسوي اللي سلي تبين كلش الا تم القبض. بس اسمعي اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. اوه 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 هذه لي انا لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك الله يوفقك الدنيا واخره. والله انا مصدق عيال. اوف 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 هذه لي انا اكيد لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفرة ما يترك طبعا. يلا نطلع يلا يلا. آه بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ وش اسوي لك انا انا وش اسوي لك الحين خلصنا يلا مع السلامة. وي 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 تعال 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 باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ اي جاهز جاهز وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرك. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي. إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر صح انه نشب نشبه بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك يدعايش الدور انه زوجها بس صدقوا يستاهل عامر. يا ليتني قلت مكشف بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيكي؟ هدي 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 لا تعبي نفسك بالتفكير ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وأنا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين عامر مبسوط جده سيارة قيمتها 500,000. شوف شوف قفلي خلاص قفلي ما أبي أشوف مقاطعة ولا أتوريني إياها. يلا أسمع أبيك تسوق بسرعة طيب وأنا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر وبيك تدعس فرامل بقوة طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟ فعل الله ولا فعلك سوي اللي قلت لك عليه وبس فهمت؟ يا مهبولة أهلي بيشوفون المقطع يصدقون. وش فيه سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي خلاص ابشري سمي. هاي سنابيز اليوم انا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في اي بي ومرة مرة مرة متحمسين. وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله الله ستر علي انا وزوجي. تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف. يا ناس أذكر والله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك ضبطت المحتوى عادي لهنا وكفاية احذف المقطع تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج ليكون تحسب بعد تبي تسوقها ترى يا جار المفتاح يلا
المفتاح. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله اذكر الله عليه. يا حسابة يا الرنج. أها يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. محمود يسعد المبروك. سلامات. وش في بطرس منتفخ؟ ماكلة فلافل؟ مجهزة المحتوى مرة قوي بكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ أنت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسميه نفسي سجوان وانت اسم سموضي. اتسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسويه نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وأنا صورت المقطع هذا علشان أثبت لكم من كل مقاطعها دراما وأكشن ونصابة. أنت صورتني؟ إيه صورتس يا المقشع يا التفيخة، هذه فايدة الثوب البني. والحين عندس خيارين، يا أما أن استحذفين المقطع ولا تم القبض. يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لهالحين. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني من صور في شارع. ابو زيد هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ يا والله في الطبيعه. مساء الخير. موسى الفل يا مرحبا. سمي عامر تدللي تفضلي. تسلم كلك ذوق، ما عرفتني. معات ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر تشرفنا وياك. آية باليابان. سمي اريد لي شقة صغيرة حلوة مرتبة اذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي شقق مو بشقة. مشي يلا مشي. ها وين بتروح انت يا ابن الحلال؟ انا بوريها شقة وارجع. خليك في المكتب خليك. ام عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد اتحدى تسلقين بها عين. ما ناقص الا شوي اكسسوارات وبويات وتدلي تلق. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو الا اكو غيرها؟ هالشقه راعيها طالب فيها 30,000، وانت علشانك بنحاول نخليها ب 20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك ايه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وانتي تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي أفهمك شنو أريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب، أنا عندي مطعم مفضل عندي بالحيل.
نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتي مقلقل يا قلبي؟ No, thank you. اذرب قلقلة ضروسك، اذرب هلن. قولي يا عمري، ايش بيش التي؟ قولي وجه. ما اريد، ما اشتهي، ما جوعانة. يمكن انها تبي شكشوكة عدني. يا معلم. لا 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 لا، ما اريد، ما اشتهي ما اشتهي. وليش بتضايقة؟ يعني بصراحة كلش هواية متلبكة، ما دا اعرف حتى احكي. ايش اللي لبكت؟ الرياض كلها هنانة. صراحة أني حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيك أنتي؟ موضوع تعتبريه أنتي، عندي أنا. خلاص يا معلم، هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة، هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. شوف يا عمي، هو عامر. عامر عامر، ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف اوف اوف، حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي ما ادري وش اقول لك صراحه، بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مره قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات، ها شوفي يبي خطفته منت، وهي بعد مزيونه ما شاء الله عليها، انا تابعها بالسناب، وش ذا اللبس وش ذا الجسم وش ذا الشعر، تهبل خلتها زين. تكفين عاد، ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما، انت ايش فيك تركزشتينا؟ يا ويلي، هذه مو مصدقه انه آية وافقت على ابوك. ايوه وش فيه ابوي؟ تحمد ربها آية ان اخذتها. بعدين على كلمه كذي، اذا جت آية بتسلم معها شخصيه وتقهوى انت وياها وتصورني معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ ايه انت بس، غيرك لا. آية آية يبا، ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا آية. وانت وش دخلك؟ شو وش دخلني يبا؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبا يا يبا اسمعني، انت ترند بتويتر، الناس كلها طقطق علينا. تكفى يبا تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي آية. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كلها واحد. ها حزنت؟ اي يا ابن الحلال، اقولك الموضوع ساير ترند في كل مكان، يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابيه المشهوره آية. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النتفه دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شوف، افتح تعال اوريك. شوف حتى هي مصورته بسنابها، شوف يا لطيف يا لطيف، اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انتك ما فكرت. شوف ها، سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا محبرتس، ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. أنا مالي قاعدة بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناس إنك أنت أصلا مقطوعة مشجرة وما لت أحد، بتروحين شقة تسلف الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله، كأنه القرية العالمية. يا أخي وين هذاك اللي يسبب الأسكريم؟ تعرفينه؟ يا أخي يمكن وين؟ يا زين العروس زينة؟ زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة،
نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي تعال معي. واحد يروح بيته هلا، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو. مبروك مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تفضل يلا حيس. ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر، شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيك منهم، تعالي حبيبتي. انا اعرفك، هذه امي. اقول لك هذا قلة ادب. حلوة خالتي آية، دخل خلط عظامك. تهبل 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 يما مباق رجلي، دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو قاتلني عمشة، بالوقت أحبه ورد كلمة، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، روحي كلها يما يا عما يا عما. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف اذا تحتاج خدمة ولاش. شف طلب جاي من مطعم الاسماك، استلمه منه وهاته. طيب والفلوس؟ ايه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. مو شغلك. خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي. ابشر ابشر. اتحداك الاحمر البطل. اقول لك انزل. للحين تهجسين يا حظي. قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلمة عليها ولا ابي اشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من ابليس وروحي سلمي عليها. او هاتي هاتي هاتي، لا جيت تسلمين عليها شدي على يدينها. ابيك توجهين لها رساله، رساله حقد وكراهيه، وان تناويتها على نيه قشره، ابيها تبلع العافيه. فهمتي؟ ماني بمسلمي عليها خلاص. اوف غبيه، طول عمرك غبيه. من خبات اخوي وانت غبيه ما تفهمين. خلت خلص مثل ما انتي لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلق سنتي. هلا متابعي نوف، شلونكم؟ أخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها. أنا هذه خالتي. شنو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي. وخالتها هم دديري بدديري بدري بد. توكري جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، انت شلونك؟ انا زينة الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي انا جاي بنصحص نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ ابوي انت تزوجتيه
وبتتوهقين فيه. انا اقول لك اياها على بلاطه، ابوي طفران. طفران؟ اي طفران، يعني ما عنده فلوس. انا انصحك افقعي. افقعي شنو؟ انا ابوك احب اموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحه، ازبني. ازبني شنو؟ ايش تقصد الحين؟ هذه شلون افهمك؟ انت تبي لي قاموس، قاموس جوجل مترجم، ولك انهزمي. ابويا ما عنده ولا فلس. ابوك عنده 10 مليون ريال. كذابه. شنو كذابه؟ انا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط للهلي ورفض. انا ادبر لك اياها، انت تدلع. اكيد اكيد. يعني الحين انهزم ولا اجلس؟ لا اقعد. بيبي يا هلا يا هلا بالحلو، يا هلا بالجمال كله، يا هلا حبيبتي. ما اشتاقيت لي؟ اشتاقيت لك. شو ما اشتاقيت لك؟ انا جاي عشانك. اريد اطلب منك طلب. طلب انت طلب روحي. اريد منك 2000 ريال. انت تقولين 2000؟ قولي انطيني. انطيني. انطيك هذه ثلاثة ولا انا سأل ايش تبي فيه؟ قولي. ميرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ ابونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنت باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. أنا الدبة. هلا والله بالرياضة البطلة. صح صح يبا. وين يبا؟ جالس بالمشراق انت مع ابو صالح. لا تفشلني مع آية يبا. صح 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 صح، لا تفشلني معايا. مد يدينك. نظام مدارس، نظام مدارس. هي كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر بردك. ترى الستر زين وهو صادق، ترى ما جيناك الا محبه وغلا، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي، وانا احرم في بيتي، ولا انا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك. الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت. من اول ابو زهويكم والحين هونت. مال الله مشينا. وش هالحدس يا جار انت هذيك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم، اللي يزعل يزعل على كيفه. بمان الله. الله يرضى عليك. مو بهذه من عاداتنا ولا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا عيني. بيبي جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي. اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح نعطيك اياها. خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك ونبي نصور معها. يا ابوي كل الناس صورت معايا، جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي واد بلا عقد. اقول اقطع وخس انت وياه، تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد. يا عامر، عامر قال اللي يعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني. هلا يا مرحبا. هلا بيك، حياك الله. ها شنو حبيبي بعدك ما جهزت؟ خير وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات مصممة فرنسية. عبايات مصممة فرنسية؟ والله خوش. تعال بس انا لعلم الاعلان عندي. أنا عندي أرض لصاحبي أبو مسفر منحة بعرير، نبي نروح أنا وياك وتجيبونها من عندنا. وهاي هي
هي قطعة الأرض مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ أكو واحد يسكن هنا أصلاً؟ على شارعين وعشرين ومن ظهراته، شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة وبيجيك كهرباء وبيجيك الأسواق وبيجيك الخدمات، والله الأرض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالعنان، ترى صديق العمر. حبيبي وش قد هذا راح ينطينا صديقك أبو مسفر على إعلان؟ ولا فلس واحد، أنت مخبرتي؟ هذا صديق العمر. يلا خلصينا عندنا إعلان لأبو مبارك. 55,000 من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70 70,000 70,000 سيارة كلش نظيفة ما بيها ولا شخطة ولا حتى طالها جاكوت. ما طقها وشو؟ جاكوت. 90,000 ريال. 90,000 90,000 يا جماعة يقول لك 90,000 من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100,000 ريال لعيونك يا هيا. 100,000 ريال 100,000 ريال من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100,000 ريال مو معقولة، أمس جايبها حرج عليها ما جابت لي 7,500. أنا ما أدري كيف كافعك يا خويي. لا تشكر ولا شيء، إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني واجيبها لك وتعلن لك عنه. كفو يا أبو عامر، والله يخلينا هاي. وين وين وين؟ أنا مسافرة دبي. شلون؟ وأنا آخر من يعلم سافر لدبي ما فيه. وبعدين نسيتي إن وعدين إن أبو مشعل بنسوي له إعلان لعمارته من نظيم. أنا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني أكمل إعلاناتي ولا حتى تخليني أخذ فلوس من أصدقائك، وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. أنا ما أريدك بعد، أرد أطلق. يلا نسيتي إن أنا فتح أحلامك؟ لا بالله من كل عقلك يا شايب. وش بيك أنتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ واقول لك كرشته قدامي وخذت قشها وطلعت. وهو وش قال؟ ايش بيش انتي تجرحين قلبي يابي؟ المهم ابيت الحين اول ما يجيت تطلبين رضاوه وتقولين رضاوتي 100,000 علشان يعرف قدرت، سمعتي ولا لا؟ مو بس 100,000 الا بطلب طقم ذهب والماس بعد. كفو تماما. هذا وهذا وجه خلص قوية. مامر ردي عليه. نعم. وانت هنا وانا ادوز بكل البيت. خير وش تبي يخلص؟ انا وش ابي؟ ابيك كلش ابعد عمري. لا تحاول تراضيني، انا ما يرضيني الا تقبلين مني هالوردة. يا زينة زينة مالت عليت جاب راسه بوردة، ما أقول غير كش بس. فزعل حبيب. اي والله يا ليت يا الغالي، بالله معك اشتراك. ابشر به. بيض الله وجهك، تصدق لي ساعه ولا احد يوقف لعبه فيني الشموت الا ما تعرفنا عليك يا الغالي. انا عامر وانت محسوبك بدر الله يحييك. والله والنعم يا بدر، تفضل حياك بالاستراحه. الله يكثر خيرك. لا والله عندي مشاوير. دامك وصلت والله انتقلط عندنا. احرجتني الله يسعدك. دامك معزم لا والله لي الشرف، اروح اخير بطاريتي وارجع لك. حياك الله. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله، والله الربع اني احسدكم على هالرجال. فزعلي وهو ما يعرفني ولزم اني اجي الاستراحه علشان اتعرف على هالوجيه الطيبه. عامر هذا طبعه وحنا من ربعه، راعي فزعات ومواجيب. كابتن احنا طفرانين ما عندنا ولا ريال، هو دائما يعزمنا على حسابه. ايه سلامات، شغل التدعيس ده ما يمشي عندي. بعدين انا وش سويت؟ راس مالها اشتراك. هالاشتراك خلاني اقعد ساعة تحت الشمس والعالم كلها سحبة علي، حتى ان في واحد من اخوياي داقن عليه وبرضه سحب علي. المواجيب والفزعات مالها الا راعيها يا ابو مين؟ ابو علي.
ابو علي الله يحفظه لك ويخليه ان شاء الله. امين. بس توه ما جاء. افا ليش ما تزوجت؟ وش اسوي؟ خطبت اكثر من مره، اللي تطلب مهر 100 واللي 150 واللي 200 كلهم طايرين بالعجه. لا تعمم، انا اعرف لك ناس شخصيا ما تتعدى مهورهم 40,000 ريال. بعدين التعميم لغه الجهل. 40,000 وينهم على يدك؟ ابشر بعزك، بس تكفى لا يطلع اسمي في الموضوع. والله ما علم احد. يشرفنا يا ابو اشواق، انخطب اشواق زوجته الردي عامر. يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. وعلى ذكرى ترانا ما خلينا سألنا عن عامر، والكل يمدح فيه ويثني عليه. تسلم يا عم، هذا من طيبكم. يلا عاد تفضل يا عامر، شوف البنت. تفضل تفضل تفضل. الحين اشوفها. يتفضل عادي. بتروح معي؟ اقول لك كيف بتبشرنا قبل. تفضل تفضل تفضل. يا هلا ويا مرحبا. اقعد هنا؟ اي تفضل تفضل. اسمعني، انا بنادي اشواق عشان اشوفها، بخليكم شوي وبرجع. اشواق اشواق ادخل يا بنت. يا مدام يا رصاصي. وش قلت يا ولدي؟ تبيها ولا لا؟ الناس ينتظرون ردنا. اي بس انا ما شفتها زين، ما في عادة. وش رايك نرجع للفار؟ اي نرجع للفار. تبي تفشلنا انت يا ولدي؟ الناس طيبين والبنت جميلة مثل القمر. خلاص دام عجبت اكيد انها بتعجبني، موافق. ألف ألف مبروك. والله مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيكم وعقبالكم يا عيال، وشكراً قليلة بحقك يا بدر. وش دعوة؟ لا داعي للشكر، أنت الحين صرت نسيبنا. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. إلا ما حددت الزواج متى؟ الخميس مو بالجاي، اللي بعده. أجل حفل توديع العزوبية علي يا عيال. لا لا لا، أنا ما أحب الحركات دي، بعدين عندي أشغال. يا ابن الحلال ترى كلها عشوة على قاتل صغير فوق شمعة، نفس شعر خويكم ذا. يلا عاد من عاد. يلا 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 سلامات يا كفتة، تحتاج فزعة؟ لا 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 ما احتاج يا عامر، خليك من شغلك. أجل وش عندك؟ أدور على واحد عشان أعطيه اشتراك عشان يزوجني. أتحداك يا شيخ. الله من قده، رسائل حب وغرام مع المدام. ها أي مدام يا أبو مدام، أرسل حق المكيفات الاسبلت يجي يركبها. أوف أوف. طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي أكلمها؟ البنت خجولة أمها تقول حساسة. يا أبوي بكرة زواجك وحتشبع سواليف. اللي أنت يا أبوي وين الشلة ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، 5 دقائق إن شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع؟ رسم مرجلة ولا فلة؟ إلا فلة ومذرحة. كافو والله. مشينا عيال. الله وش ذا التصبير، يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. يا طير يا طير يا طير.
يعطيك العافيه. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلعي من القاعة إلا عشر حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد إنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وأبوكي دق عليه ما يرد. يما أكيد مشغول، أصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزة يا أم العريس، شوي وخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اسحي جوالك يدق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري عريس يا عيون! راسي شو السالفة؟ أقول أمش أنت يا أبو مصدق. وين بدك؟ أمش! الباب مقفل! طيب دريشة الحين وشلون نروح بدون عامر؟ ابي اطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. الو عامر، وينك فيه؟ اساله هو بخير ولا تاخر؟ بخير بخير، اي بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعه وانا بجيكم. مع السلامه. عامر عامر انا جوعان يا عامر، ابغى اكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف انت. ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعه على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، انا عندي احساس انه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص اخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع. اوكي يا ابوي الحلاق فول، متى يجي دورك؟ ابيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الاطراف. هاي شنب يا ابوي، انت ما انت بشايف وجهك الا كنا صحن فاضي. خير يا ابوي خير خير، صف السره هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك، حركات المبزره هذه. يقول لك حلاقتك علينا ولك هديه لزقت خشم. اصلا انا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام حياك والله يا هلا. الله يحييك. هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياك والله. يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله. مبروك الله يوفقكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال من هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا حياك الله. يا اخوي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجنا انا يا ابوه. طيب تبي ودك القاعه ولا اخدمك بشيء؟ ما يحتاج، انا بروح بسيارتي. يلا الله يبارك. الا غريبة يا عم، المعرس وينه ما وصل؟ حتى انا مستغرب، ما ادري ايش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم. صراحة مكياجك مرة حلو. وش دعوة يا ام عامر، وين ولدك؟ يعني بنتي بتنزف لحالها.
لا لا بالطريق، هو بالطريق تدرين شباب وهو عريس رايح الحلاق يحلق ويجهز نفسه. صادقة والله يحق له. ها مستعدة للزفة؟ مرة مبسوطة يا أمه، مرة مستعدة حبيبتي. الله يوفقك الله يسعدهم. الزفة جاهزة زي ما تبين. حطيتي المقاطع والصور اللي أرسلتها لك؟ كل شيء زي ما تبين. تمام شكراً الله يسعدك. يلا حيّ. شلونك الله يحفظك؟ الله تمام إن شاء الله. الله يحفظك. الله يطول لي في عمرك يا رب. الله يخليك. آي السربوت يا عم انا ماني بصايع الا صايع ونص وراعي سهرات انا احترم نفسك ابو اشواق لا تقول كلامي بولدي ما هو فيه الا فيه ونص واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا تفضلوا شف عجيب والله بنتي يا اشواق حرام تظلمون ولدي يا اختي انت ما تستحين على وجهك جاي تتعذرين له من زين فعال ولدك ان شاء الله ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم اي خير تتكلمين عنه مجنون انت ولدك فضحنا فشلتونا عند الناس ما بقى احد ما يرسل لي اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك برا لا اشوف وجهكم يلا برا وجع هذا ابوك الو طيب طيب يلا جايين يلا يلا حبيبتي مشينا شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر ما احنا مهر المهر اعطيناه البنت وصرفته وبعدين يا أخي اعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا الحلال رد اعتبار شو 10,000 15,000 إنما المهر كله ما يصير نحن بمرجعين لكم ولا ريال عجيب والله والله خطتك نجحت يا بدر
أول تقول طفران ما تقدر على المهر. هذا المهر بين يدك. بكرة وأنا عند أبوك يا روحي. يلا قبلوا شوفنا حد. باي باي. وأحلى زواج على حس السبك عامر.